أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بولاية مستغانم على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الداعمة والمكملة للصناعات الثقيلة والتحويلية. وأوضح الوزير خلال زيارته لولاية مستغانم أن المركب الصناعي السعودي للكيماويات يعد نموذجاً للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يدعم القطاع الصناعي ببعض المواد التي تستخدم في الصناعات التحويلية وكذا الصناعات الثقيلة على غرار الحديد والصلب. أشرف كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري صباح اليوم على تنصيب المكتب الفرعي للمجلس بولاية بومرداس، وقال في تصريح بالمناسبة أن الفرع جاء ليكون داعما للمكتب المركزي للمجلس وليكون منبرا للمتعاملين الاقتصاديين بالولاية من أجل نقل انشغالاتهم وتطلعاتهم، وسيساهم في تذليل كل الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون في ولاية بومرداس. واعتبر كمال مولى أن انضمام الجزائر لمنظمة التبادل التجاري الحر الإفريقية زليكاف سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا أن مجلس التجديد الاقتصادي كان سابقا في التوجه إلى الأسواق الإفريقية التي تعتبر مستقبل التصدير للجزائر. دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش في إطار جولته التفقدية بولاية أدرار إلى ضرورة اعتماد تقنيات عصرية في تسويق منتجات الصناعة التقليدية من أجل المساهمة في زيادة فرص العرض والترويج لها وتحصيل أرباح أكثر تعود بالفائدة على الحرفيين. هذا وأكد الوزير عزم الدولة على مواصلة دعمها لنشاطات الصناعة التقليدية ومرافقة الحرفيين والعاملين في قطاع السياحة، لا سيما من خلال التكوين والتأهيل بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين. أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب عن عزم وزارتها على تنفيذ استراتيجية وطنية للتكفل بصفة متكاملة بمعالجة النفايات التي تستند إلى معطيات تقنية أظهرت حجم القيمة المالية للنفايات والتي بلغت منذ بداية السنة ما قيمته 207 مليار دينار فيما بلغت 151 مليار دينار خلال السنة الماضية. وأوضحت الوزيرة أن كمية النفايات التي يتم التخلص منها تقدر ب 34 مليون طن. ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص في الصين إلى 20.61 تريليون يوان، ما يعادل 2.9 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر الماضي وفق بيانات وزارة الصناعة الصينية. وذكرت الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن هذا الرقم قد ارتفع خلال شهر واحد، حيث كان في حدود 20.59 تريليون يوان نهاية أكتوبر، وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في القطاع الخاص 153,698 صندوقا بنهاية الشهر الماضي.